السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي، تحية طيبة. وبعد، اليوم راح نتكلم بموضوع جديد عليكم في مادة الثقافة المالية. طبعا بعض المصطلحات خلينا نحكي مرت عليكم في الدروس السابقة، وإن شاء الله راح نحاول ندعم اللي حفظتوه واللي فهمتوه في الدروس السابقة في هذه الحصة إن شاء الله. نسأل الله التوفيق للجميع. بتمنى انك تنتبه معي على كل كلمة بحكيها، لانه كل كلمة في هذا الدرس إلها معنى. اتفقنا؟ بداية، تتذكروا الحصة الماضية انتهينا عند هذا السؤال، وبنهاية خلينا نحكي السؤال، بدل ما احكي انا ناقص زائد حكيت ناقص، بس هذا للتنويه وللتذكير. اتفقنا؟ السؤال حكينا إذا علمت أن الالتزامات كانت تساوي 10,000 ورأس المال كان 2500 دينار إلى آخره، مطلوب إيجاد قيمة الأصول حسب معادلة الميزانية. طبعا مثل ما حليناه الحصة، نفس السؤال شباب مثل ما حليناه الحصة الماضية، باختصار في عندك معادلتين، معادلة بتوجد فيها قيمة حقوق الملكية اللي هي تساوي، حكينا حقوق الملكية تساوي رأس المال زائد الإيرادات ناقص المصاريف، وبالتالي انا بدل ما احكي زائد، تبع لي هنا، يعني انا بالاخير حكيت انا 10,000 ناقص 14,500 يساوي 24,000. طبعا هي سقطت سهم، هذا فقط شباب للعلم، ماشي، انه في ناس بصراحة يعني كانت تتعلق هذا الموضوع. النقطة الثانية اللي حاب احكي فيها بداية، بدنا نفهم عدة شغلات قبل ما نبلش في الدرس. اهم اشي لازم تعرف انه استخدامات الاموال هي نفسها الاصول، لانه انا في السؤال اذا بذكر الاصول او استخدامات الاموال هي نفس الشيء. هذه برضو نقطة مهمة جدا، برضو مثل ما عرف الكتاب، الاصول هي جميع ممتلكات الشركة من موجودات واموال، هذا الستاندر. طبعا الموضوع الثاني برضو الالتزامات تجاه الاخرين هي نفسها الالتزامات. اتفقنا؟ لا تتحادق يعني تقول والله هي لا مش هي او هي، لا هي نفسها حبيبي، ماشي. الالتزامات تجاه الاخرين هي نفسها الالتزامات. طبعا الكتاب عرف الالتزامات هي جميع حقوق الاخرين اتجاه الشركه، ركز قلت لك على كل كلمه، الالتزامات هي جميع حقوق الاخرين اتجاه الشركه. في عندك تعريف ثاني اللي بقودنا له، التزامات اتجاه الملاك، وحكينا فيها الالتزامات اتجاه الملاك، اما هي حقوق الملكية، ماشي مش تنسى، أو هي نفسها رأس المال. بتمنى طبعا اللي حكيته يكون واضح، بدك تركز لأنه هاي الكلمات شباب راح تمر معاك في بداية الفصل وفي وسط الفصل وفي نهاية الفصل، حتى في التوجيه راح تمر معاك هاي المصطلحات. طيب، حقوق الملكية هي جميع التزامات الشركة، طبعا زي ما حكيت لك اللي هي رأس المال. خلينا نشوف على الرسم البياني، هذا باختصر تقريبا اشياء كثيرة عليك، ماشي. معادلة الميزانية قلنا الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. الاصول انواع، اربع انواع بدك تحفظهم مثل اسمك، وتحفظ كل نوع امثلة عليه، لانه هذه الاسئلة يعني طبيعتها خلينا نحكي بيلعبوا فيها في الوزارة بناء على الانواع وعلى الامثلة. اتفقنا؟ بدك تعرف تميز الاصل، تعرف تميز الالتزام وحقوق الملكية. أول واحد المتداول، الثاني الثابت، أصل غير ملموس، وأصل استثمارات طويلة الأجل. الالتزامات نوعينها اثنين، ثابتة ومتداولة، ماشي. نشوف هنا عندنا أصل ثابت وأصل متداول، وعندنا التزام ثابت والتزام متداول. بالنسبة للالتزام الثابت اللي هو القرض، خلينا نحكي 10 سنين، هو قرض طويل الأجل، يعني قروض مثلا تأخذ قرض لشقة 10 سنين وتسد فيها، هذا اسمه قرض ثابت أو التزام ثابت. التزامات متداولة أو قصيرة الأجل، قرض خلينا نحكي سنة، خلينا نحكي بالكثير ماكسيمم سنة. اتفقنا؟ بالنسبة لحقوق الملكية مثل ما حكيت لك، هي التزام اتجاه مالكي المؤسسة واللي هي أطرافها رأس المال، وخلينا نحكي اللهم صل على سيدنا محمد، الإيرادات وناقص المصاريف، هي حقوق الملكية بالعادة هي بتكون رأس المال. طبعا اللي بيأثر على الحقوق الملكية زيادة المصاريف
وزيادة خلينا نحكي الإيرادات، اتفقنا حسب المعادلة. خلينا نأخذ أمثلة على الأصل المتداول. من الأمثلة طبعا الأصول المتداولة الصندوق، وراح نأخذ في الأمثلة الجاي إن شاء الله كيف نقدر نميز إنه هل هذا الأصل تابع للصندوق ولا للبنك ولا لا، مثلا خلينا نحكي ذمم، اتفقنا؟ إذا صندوق، بنك، أوراق، قبض، خلينا نحكي مدينون اللي هي الذمم، بضاعة آخر مدة، وأي مصروف مدفوع مقدما، وأي إيراد مستحق القبض، اتفقنا؟ هذا بالنسبة للأصل. الأصل الثابت اللي هي مثلا شباب، خلينا نحكي سيارات، أراضي، آلات، معدات، أجهزة، مباني إلى آخره، أثاث، اتفقنا؟ هذه كلها أصول ثابتة. الأصول غير ملموسة وكثير بنسمع فيها دائما اللي هي مثلا يجي براءة الاختراع، وأصل أصل لإلك براءة اختراع، مثلا شهرة محل، حقوق نشر، العلامة التجارية، آسف هنا العلامة التجارية، اتفقنا؟ هذه كلها أصول غير ملموسة، أصول غير ملموسة. بدك تحملوني شوي في هالسلايدات هاي، لأنه السلايدات هاي لازم تتبع لها ونوضح كل نقطة بنقطتها. الأصل خلينا نحكي من نوع استثمارات طويلة الأجل، مثل إيش حسب علمك؟ استثمارات طويلة الأجل مثل أسهم وسندات، أسهم بقاء مع بقاء الشركة، والسندات كذلك الأمر، اتفقنا؟ هي أصول موجودة في الشركة نفسها. الطرف الثاني الالتزامات ثابتة، مثل زي ما حكيت لك قروض لعشر سنين خلينا نحكي، أو مثلا التزامات قصيرة يعني أوراق دفع أقساط شهرية على مدة مثلا سنة، اتفقنا؟ طيب حقوق ملكية، التزام المالكين المؤسسة، زي ما حكينا هي التزامات شركة تجاه مالكها، وهي الموارد التي يستثمرها المالك أو الملاك في الشركة والتي تساوي جميع الأصول. يلا شباب، هنا ملخص بإمكانك أنت بعد ما تخلص الفيديو، في عندي رابط بإمكانك تنزل ملف البي دي اف، طبعا كل فيديوهاتي أنا في لها ملف بي دي اف بإمكانك تنزله وتتبع معي، تطبعه وتتبع وتحط ملاحظاتك اللي بدك إياها، اتفقنا؟ زي ما حكيت لك راح يظل يتكرر معاك المصطلحات، شو يعني أصول، أنواع الأصول، اتفقنا؟ مثلا ميزانية، شو يعني مثلا معادلة، شو يعني معادلة الميزانية، شو يعني خلينا نحكي حقوق ملكية، معادلة حقوق الملكية، اتفقنا؟ هاي الأمور راح تتكرر معك، يعني أنا بتمنى أنك أنت تدرسها وتراجعها لحالك للتذكير، لأنه تكلمنا شباب هاي الموضوع كثير، والتكرار بيعلم إيش؟ الشطار. حفظ زي اسمك، فعلا لازم تحفظها. درسنا اليوم راح نبلش فيه الآن، آسف على المقدمة الطويلة، ولكن لابد يعني كان لابد أنه إحنا ننوه لهاي الأمور. درسنا اليوم نتكلم عن أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية. معناته لما أقول لك معادلة ميزانية راح يضرب مخك على المعادلة الرئيسية لإيش هي بتحكي، تذكرينها؟ معادلة الميزانية اللي هي بتحكي الأصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. طب أثر العمليات المالية شو يعني؟ أثر عمليات مالية يعني أنا إذا شريت أصل أو إجاني إيراد أو بعت أو عندي مصاريف، هذه النقاط حكيتها قبل شوي، شو بتأثر على معادلة الميزانية؟ في عندك نقطة رئيسية لازم تحطها في رأسك. الأصل معروف والالتزامات معروفة، حقوق الملكية ثلاث شغلات فيها بتأثر عليها وراح نتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله. حقوق الملكية في عندك شغلة اللي هي متعارف عليها رأس المال. رأس المال وين ما ذكر هو عبارة عن حقوق ملكية. اثنين طبعا حقوق ملكية بيزيد، طبعا لما اقول لك رأس مال انه بدأت الشركة مثلا نشاطها التجاري بقيمة مليون، معناته مليون رأس مال. النقطة الثانية بيأثر على حقوق الملكية حكينا دائما وابدا، احفظها دائما وابدا، زيادة اللي هي شباب ايش؟ الايرادات. الايرادات ترفع من حقوق الملكية، لانه انا في المعادلة بتقول لك رأس المال زائد ايرادات، عكس هالمصاريف دائما وابدا المصاريف بتقلل من قيمة حقوق الملكية، اتفقنا؟ الثلاث جمل اللي حكيتها قبل شوية بدك تحفظها مثل اسمك، لأنها مفتاح الحل إن شاء الله اللي راح نحكي فيه الآن من خلال الأمثلة خلينا نحكي اللي راح نشرحها. خلينا الآن نشوف المثال، مثال واضح ومباشر على المعادلة، أو خلينا نحكي أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية. بتاريخ معين بدأت الشركة برأس مال مقداره 70,000 دينار، وقد أودع المبلغ في الصندوق، وقد أودع المبلغ في الصندوق. خطوات الحل، طبعا في الصندوق نقدا،
خلينا ناخذ طريقه الحل. اول شغله قبل ما تبلش بدك تعرف انه في عندي انا جدول، هذا الجدول هذا هو بدك تكتب فيه ميزانيه ايش او معادله الميزانيه. تيجي تعمل خط، اول قائمه رقم العمليات او رقم الاسئله اللي عندك انت، كم الفرع عندك؟ فرع واحد بس. بعدين التاريخ، بعدين الاصل يساوي الالتزامات زائد حقوق الملكيه. خلينا نكتبهم عشان توضح، شو رايكم؟ يلا الرقم، يلا بعدين التاريخ، التاريخ تبعنا هو تاريخ العمليه، بعدين الاصل، الاصل دور الاصل يساوي الالتزام، الالتزامات، الالتزامات اوكي زائد حقوق الملكية، زائد حقوق الملكية، حقوق الملكية. هذه بدك تحفظها الرسمي او هذا الجدول زي اسمك الملكية. ماشي شباب، حتى نعرف نبلش ايش، نعرف نحل. اول خطوة هاي سهلة. ثاني خطوة بدك تحلل السؤال حبيبي، ماشي؟ بدك تحلل السؤال، كل كلمة ببداية الحصة قلت لك ركز معي، كل كلمة إلها معنى. بدأت الشركة برأس مال، رأس مال، شو يعني رأس مال شباب؟ معناته حقوق الملكية، اتفقنا؟ طيب، مقداره 70,000، ما بيهمنيش المبلغ. وقد أودع المبلغ في الصندوق. شباب لما اقول لك صندوق معناته نقدا، ماشي؟ العمليات الايداع او عمليات خلينا نحكي تحصيل اموال ثلاث حالات، اتفقنا؟ بدك تعرفهم. الحاله الاولى نقدا، الحاله الثانيه على الحساب او على الاجل، هون تقيد ذمم او اسم الشركه اللي احنا اخذنا من عندها، وثالث حاله بشيك، اتفقنا؟ ثلاث شغلات برجع بعيدهم، نقدا، شيك بنكي، او على الاجل او على الحساب، اتفقنا؟ طيب نرجع لموضوعنا. بدأت شركة المجد، مش شركتي طبعا بالمناسبة، برأس مال مقداره 70,000 دينار، اودع المبلغ في الصندوق. بدك تعرف رأس مال حقوق ملكية، في الصندوق معناته ايش؟ اصل. خلينا نبلش حل. يا سلام على الحل، هذا الحكي الصح. سيدنا من السلايدات اللي قبل، هون ببلش الحل يا شباب. شو بتسوي؟ تيجي تحكي كالآتي، طريقة سهلة جدا. أنا عندي رأس مال، رأس المال زاد ولا نقص؟ اسأل حالك سؤال، لأنه أنا في عندي شغلتين، بدك تعرف هل إنه زاد ولا نقص؟ وين أنا أحول المصاري هاي؟ اتفقنا؟ رأس المال عندي أنا زاد بمقدار، شوف هنا رأس حقوق ملكية، مش هذه رأس مال؟ رأس المال، رأس المال زاد بمقدار 70,000 دينار، تبع علي زاد، وبالتالي أودع المبلغ في الصندوق. أودع المبلغ بالصندوق معناته الصندوق عندي إيش زاد؟ تيجي تحكي الصندوق زاد بمقدار 70,000 دينار، هذا مباشر. عندي التزامات هنا، بسألك عندي التزامات أنا ولا تعريفة؟ اتركها فاضية. بالأخير تيجي تكتب المجموع، على سبيل المثال هنا المجموع، المجموع يساوي الطرفين. شباب لازم يتساووا، لازم يتساووا، لازم يتساووا، ماشي؟ المجموع يساوي كم؟ 70,000، 70,000 هون، 70,000، 70,000 هون. لاحظ 70 بـ70، وصلت الفكرة؟ هذه أبسط إيش طرق الحل. بتحلل السؤال، رأس المال حقوق ملكية، قديش زاد عندي رأس حقوق الملكية؟ 70,000، وين مصدره؟ من رأس المال. حقوق الملكية زادت 70,000، مصدرها من رأس المال. طب عندك الصندوق ضله فاضي؟ طبعا لا، احنا جبنا مصاري حطيناها في الصندوق، معناته زادت 70,000. الأصل صندوق، صندوق أصل،
زاد بمقدار 70,000. خلينا نشوف كيف الحل. مطلوب طبعا التحليل مثل ما حكيت لك. شوف الأصل عندي زاد 70,000 ورأس المال 70,000. عندي هون المجموع صار عندي 70 ب70. وصلت؟ يلا ناخذ المثال الثاني شوي معقد، أو مش معقد، أصعب شوي. فيما يلي: عمليات تمت لدى شركة الحارس التجارية ومطلوب تحليلها وفقا لأسلوب المعادلة الميزانية. طبعا بدأت الشركة أعمالها برأس مال مقداره 20,000 دينار مثل ما قلت لك. أنا هون قبل ما تبلش حل شو بتساوي؟ تعمل جدول، اتفقنا؟ الجدول بتقسمه، ماشي؟ الجدول بتقسمه، تحط في داخله الأصول تساوي الالتزامات زائد حقوق ملكية. خلينا نحلل. بدأت الشركة أعمالها برأس مال مقداره 20,000، 20,000 معناته أصل، آسف، حقوق ملكية. معناته هذا بروح نواحي حقوق الملكية. نقدا معناته صندوق، معناته زادت حقوق الملكية عندي بقيمة 20,000 وعندي الصندوق زاد 20,000. ناخذ المثال الثاني. اشترت الشركة سيارة من شركة الوطن العربي على الحساب. خلينا نشوف هنا عشان توضح، ما بدي أنا أقرأ يعني يكون ضيع معي. بنفرض هذا الجدول تبعنا، اتفقنا؟ هذا الجدول تبعنا. بدي أقسمه. عندك هذا حقوق ملكية، ماشي، وهذا عندك التزامات، ماشي، وهذا عندك ايش يا حبيبي؟ عندك أصل، عندك أصل، والتاريخ طبعا بيهمنيش. عندك أصل، عندك أصل، وعندك هون ايش؟ التاريخ ورقم العملية، ماشي. يلا أنا بصراحة يعني ما كنت بدي أسوي جدول، لكن يلا تستاهلوا كل خير والله، نشامة أنتم، تستاهلوا نرسم لكم جدول. أبشروا، أبشر بعزك يا طلاب الأدبي. طيب العملية الأولى رقم واحد بكل بساطة: بدأ الشركة أعمالها برأس مال مقداره 20,000 دينار نقدا. هاي حقوق ملكية، هذه حقوق ملكية. إذا عندي رأس المال، رأس المال، رأس المال زاد بمقدار 20,000. سهلة ولا أحلى منها، ولا أحلى منها. بعدين نقدا معناته الصندوق زاد، الصندوق نقدا يعني صندوق، قلنا ثلاث شغلات. صندوق زاد بمقدار 20,000، ماشي، صندوق زاد بمقدار 20,000. هاي أول عملية. العملية الثانية: اشترت الشركة سيارة من شركة الوطن العربي على الحساب. هاي هون نقدا، هون على الحساب يعني على الآجل، يعني تخزن أو تسجل ذمم، تسجل ذمم. كيف؟ خلينا نحكي. طبعا لما أجي أحكي أنا شريت حساب يعني بالدين، يعني عندي التزام. التزام قديش قيمته؟ العملية الثانية، خلينا نكتب هون العملية الثانية. العملية الثانية: اشترت سيارة، السيارة ايش؟ أصل. عندي السيارة زادت قيمتها كم؟ 12,000 دينار. هيك طريقة تفكير الحل شباب، ماشي؟ هيك طريقة حلك. السيارة 20,000 وعندك على الحساب، معناته أنا عندي التزام. أنا آسف يعني ما كتبتش هون لأنه موجود بعد هاي، يعني راح يبين مع كل شيء، بس عشان أوضح طريقة الحل، أنا ما بدي إياك تحفظ حفظ. عندي على الحساب معناته أنا عندي التزام زاد ولا نقص؟ أنا لما يكون علي دين معناته التزاماتي إيش؟ زادت. التزاماتي زادت بمقدار كم؟ بمقدار 12,000 دينار. زادت، شو تسجل؟ ذمم، ذمم، أو بتسجلها اسم الشركة اللي هي الوطن العربي، اتفقنا؟ هاي العملية الثانية. يلا يا شباب معلش زبطنا الجدول ورجعنا لكم، تستاهلوا كل خير يا جماعة الأدبي والله تستاهلوا، يا حظكم يا حظكم. طيب ماشي، يلا يا شباب والله بتستاهلوا كل خير، يعني الجدول هذا صراحة يعني راح يعني تنبسطوا عليه. طيب يلا يا شباب، يلا نرجع موضوعنا. إذا عندي رأس المال 20,000، أساسه الحقوق الملكية زادت 20,000 اللي هي من رأس المال، والصندوق كذلك الأمر لأنه إحنا أودعناه، هنحكي نقدا. والعملية هاي السيارة
شريناها على الحساب، على حساب أنا سيارة زادت، معناته أصل عندي زاد، أملاكي زادت، صح ولا لا؟ زادت السيارة قيمتها 12,000، وهل هي نقدا ولا ذمم ولا بشيك؟ طبعا ذمم. ليش ذمم؟ لأنه ذكر في السؤال على الحساب، على الحساب. النقطة بعديها، سددت الشركة قيمة السيارة نقدا. لما أسدد نقدا معناته أنا عندي كاش، نقص الصندوق، الصندوق ماشي، الصندوق عندي هنا، تبع معي، الصندوق نقص بكم قيمة السيارة؟ 12,000 دينار. حلو. والالتزامات برضو كذلك الأمر، هل أنا لما أدفع أنا أسدد اللي علي، معناته إيه شباب؟ أنا عندي التزامات قلت، قديش قلت؟ 12,000 دينار، اللي هو سداد قيمة سيارة، سداد قيمة. أو بتيجي تحكي مثلا اسم الشركة، هون كتبنا ذمام، هون اكتب برضو ايش؟ اسم الشركة، واتيفر. مهم اي اشي يبين او يدل على ايش؟ العملية. العملية الاخيرة، اشترت الشركة اثاث بقيمة 2,000 دينار، وانتو اكيد ابطال راح تعرفوها. الاثاث عندي زاد، اثاث الاصل عندي زاد، وين مصدر الاثاث؟ زاد بقيمة 2,000 دينار. وعندي طبعا نقدا، معناته الصندوق عندي ايش يا شباب؟ قل. عندي الصندوق، صندوق قل قيمة الأثاث. طبعا خلينا شوي، انتبه معي، عمليات حسابية، 20,000 و12,000، 32,000. الآن 12,000 مع 12,000 سالب وموجب، صح؟ هذه لغت هذه، حلو. والآن عندك 2,000 راحت، 2,000 الثانية راحت، الذمم راحت والذمم راحت، قديش ضل عندي هون شباب؟ يعني بالعربي مجاميع، أنا بقعد بجمع، بجمع هذه الجهة لحالها، هذه الجهة لحالها، وهذول الجهتين لحالها، بناء على ايش بيجي واحد بيحكي لي؟ بناء على المعادلة، معادلة الميزانية. طبعا الباقي عندك كم؟ 20,000 دينار، المجموع 20,000 دينار، وهنا عندك المجموع 20,000 دينار. اتفقنا يا شباب؟ خلينا نشوف الحل المنظم. يلا العمليات. طبعا يا شباب بدأت الشركة أعمالها برأس مال، طبعا رأس المال زاد عندي، والأصل زي ما حكينا الصندوق زاد. العملية الثانية السيارات زادت بمقدار 12,000، وعندي الالتزامات زادت بمقدار 12,000. طبعا الصندوق العملية الثالثة أكيد يقل، اللي هو سعر إيش يا شباب؟ صندوق سعر ال، خلينا نحكي السيارة 12,000. بيجي واحد بيحكي للسادة من وين جبنا؟ طب 12، طب هي موجودة، سدد الشركة قيمة السيارة، قيمتها 12,000، وبالتالي الالتزامات عندي قلت. واخر عملية الاثاث شريناه نقدا، الصندوق قل لانه سحبنا من الكاش، والمجموع 20,000 ب 20,000. طبعا الشباب بتمنى ان تختبر ذكائك، طبعا هذا سؤال حله، راح نحل لك اياه ان شاء الله في الحصة الجاي، بتمنى ان تحله، ويعني وسهل جدا. ناخذ موضوع شباب السؤال اللي بعده. فيما يلي عمليات متعلقة بشركة عمرو التجارية، بدأت الشركة نشاطها التجاري برأس مال قدره، خلينا نحكي 50,000 دينار، اتفقنا؟ هاي عمليات تجارية، نعمل صندوق، آسف جدول، مثل ما حكيت لك، أو بلا جدول، هسه بحكي لك، وقد أودع نصفه في الصندوق والنصف الآخر في البنك، يعني 50,000 رأس مال، وعندك هون الصندوق نصه 25,000 ونص الثاني في البنك. العملية الثانية اشترى السيارة مبلغ 10,000 دينار مسحوب إلى آخره. طبعا هذا السؤال عندك شباب، اشترت برضو الشركة أثاث مبلغ 2,000 بتاريخ معين، جرى سداد قيمة فاتورة، فاتورة الهاتف التي تبلغ 600 دينار بشيك مسحوب على البنك. وعندك يا صديقي الرقم 5، اشترت الشركة بعض القرطاسية. شوف شباب في شغلات مهمة الآن، هذا السؤال لازم تفهمها، لازم تفهمها، يعني مثل نوع هاي الأسئلة بدك تصفن في حالك، بدك تحللها جزء جزء، اتفقنا؟ الآن السؤال هذا اكتبه عندك على ورقة، لأنه الآن بدي أنتقل على الجدول اللي بعديه. اكتب هذا السؤال أو اطبع السلايد، حكيت لك أنا السلايدات موجود في رابط في نهاية الفيديو، بتفوت على الوصف الفيديو تضغط عليه وبتنزل المادة. كل فيديوهات الحاسوب وفيديوهات الثقافة بعمل هيك، أنا بنزل لك ملف PDF بتنسخه وبتحتفظ فيه وبتتبع الملاحظات اللي أنا بحكي لك إياها. نأخذ العملية الأولى مثل ما اتفقنا. يلا سيبك من الجدول هذا هون،
هذا جدول اللي قصدي اللي طلع لك الآن، وأنت لازم تكون كاتب السؤال. العملية الأولى بتقول لك بدأت الشركة نشاط التجاري برأس مال قدره 50,000 دينار. لما أجي أقول لك رأس مال، معناته أنت بدك تكتب لي هون رأس المال، انتبه علي، رأس المال زاد بقيمة كم؟ 50. بالمناسبة تبع معي كل كلمة ولا تنتهي. رأس المال زاد بقيمة إيش؟ أو حقوق الملكية زادت 50,000 دينار. شو مصدرها؟ رأس المال. لسه ما خلص السؤال. وقد أودع نصفه في الصندوق والنصف الآخر في البنك. يعني معناته أنت بدك 50,000 صنف على الأصول، الصندوق زاد بقيمة 25,000، وبرضو عندي أنا البنك لأنه نصه في البنك ونصه في الصندوق، ماشي، زاد بقيمة 25,000. صعبة؟ والله ما هي صعبة يا ناس. في عندي التزامات لسه ما في. نأخذ الفرع الثاني بتاريخ، طبعا ما بكتبش تاريخ شباب، يعني بالعاده ما بكتب، يعني الاصل انه انت يعني تفهم انه هاي التاريخ يعني تصنفهم لحالك، والعمليه والرقم بدك تعرف انه هاي العمليه الاولى والعمليه الثانيه. العمليه الثانيه بتاريخ هنحكي كذا، اشترت الشركه سياره بمبلغ 10,000 دينار، معناته انا الصندوق عندي زاد بقيمه 10,000 دينار. الصندوق او الاصل زاد بقيمه 10,000 دينار. 10,000 دينار. طيب كمل صيغة السؤال. اشترت الشركة سيارة مبلغ 10,000 بشيك مسحوب على البنك، بشيك مسحوب على البنك، بشيك مسحوب. تابع علي هون. طبعا انا كتبت صندوق، هذا غلط. صندوق ده كان نقدا، ماشي، اذا كان نقدا انا هون ايش عندي؟ بشيك، معناته نرجع نحكي عندي أنا السيارات زادت بمقدار 10,000 دينار، مصدرها إيش؟ بشيك. الشيك طبعا من البنك، البنك نقص عندي 10,000 دينار. تبع معي، برجع بعيد هاي النقطة، تبع معي. عندك اشترت الشركة سيارة مبلغ 10,000 دينار، السيارات زادت قيمة 10,000 دينار، هنا أصل، أصل شو مصدره اللي زيادة؟ سيارات. طيب كيف دفعناها؟ بشيك مسحوب على البنك، معناته عندك البنك نقص عندي كم؟ 10,000 دينار. برجع بعيد، ارجع عيد. لما اجي اقول لك انا شريت سيارة قيمتها 10,000 تحت الاصل، البنك تم سداد، خلينا نحكي قيمة السيارة بشيك مسحوب على البنك، الشيك قديش قيمته؟ 10,000. معناته انا البنك نقص عندي 10,000 دينار. ناخذ الفرع اللي بعديه. الفرع اللي بعديه انتبه علي، بقول لك اشترت السيارة، سوري، اشترت السيارة، اشترت الشركة أثاث بمبلغ 2,000 دينار. أثاث الأصل زاد، شو سبب الزيادة؟ إنه أنا شريت أثاث بقيمة 2,000 دينار، هاي صنفناها. بعدين من مفروشات خلينا نحكي زينة بالآجل، أيوة بالآجل، معناته أنا عندي التزامات. الالتزامات حكينا إما بنكتبها مباشرة يعني اسم الشركة، أو بتكتبها ذمم. أنا عندي مفروشات زينة، مرة هيك ومرة هيك بتكتب، مثلا مفروشات زينة، أو بإمكانك تكتبها أنت ذمم. مفروشات زينة عندي التزام لإلها زاد بقيمة 2,000 دينار، ماشي. شوف الأثاث أصل زاد، لكن كيف دفعناها؟ آلية الدفع. إذا بتلاحظوا قيمة الأسئلة أو معظم الأسئلة عندك اللي خلينا نحكي الأصل أو الالتزام. طيب يا شباب، بعد إذا صار في خلل فني بنرجع. يلا حكينا الأثاث، صيغة السؤال حكينا تم شراء أثاث من شركة طبعا زينة بمبلغ 2,000 دينار، ماشي، على ايش؟ على الاجل او بالاجل. حكينا تصنيفها هاي او كيف بنحللها، بتيجي تحكي الاثاث زاد عندي، او الاصل زاد، مصدره الاثاث بقيمه 2,000، ومفروشات زينه صار عندي التزام لانه على الاجل، ماشي، التزام زاد ب 2000 ليره. انتبه للنقطه اللي بعديها مهمه جدا، نقطه رقم 4، بقول لك بتاريخ
10/1/2019 جرى سداد قيمة الفاتورة بقيمة 600 دينار بشيك مسحوب من البنك. 600 دينار طبعا لما اجي اقول لك شباب بدك تكون بعين الاعتبار. طبعا تيجي انت بتقول مصاريف هاي، طبعا الفاتورة فاتورة مي، فاتورة هاتف، فاتورة كذا الى اخره، هاي مصاريف. قلنا حقوق الملكية في عندها ثلاث اشياء بندرج تحتها، ماشي، ثلاث شغلات، الاصل اسف اللي هي الايرادات، وعندك المصاريف، ورأس المال، ثلاث شغلات. الآن هون السؤال ذكر بقول لك تم سداد فاتورة، الفاتورة مصاريف شباب، فواتير سداد فواتير مصاريف، شو بتساوي؟ طبعا بلش احنا بالمبلغ نفسه، 600 دينار تم سداد الفاتورة بقيمة 600 دينار. يجي بتحكي لي 600 دينار انا كيف سديتهم؟ ماشي، انا سديتهم عن طريق البنك بشيك بنكي، فبروح على البنك بحكي له نقص عندي البنك قيمة الفاتورة 600 دينار. اتفقنا؟ خلصنا؟ لا ما خلصنا. طيب الطرف الثاني، مش قلنا لازم العملية كل عملية لها طرفين؟ الطرف الثاني اللي هي المصروفات، المصروفات هي ايش؟ قيمة الفاتورة. مصروفات تيجي تكتب مصروفات على سبيل المثال فاتورة، ايش هي؟ فاتورة هاتف، فاتورة مي، فاتورة الى اخره، هاتف. طيب المصاريف دائما وابدا، المصاريف دائما وابدا سالبة، سالب 600 دينار، لانه في المعادلة بيقول لك حقوق الملكية تساوي رأس المال زائد ايرادات اللي هي عكس المصاريف ناقص مصروفات، اذا المصروفات دائما ناقص. اتفقنا؟ يلا ناخذ السؤال بعده. السؤال بعده بيوضح كمان عندك. اشترت الشركة بعض القرطاسية بمبلغ 400 دينار من مكتبة الأمل برضو بإيش؟ بالآجل. اشترت قرطاسية، القرطاسية شباب دائما مصاريف، نفس المعاملة. ناخذ نبلش بالفلوس. اشترت طبعا قيمتها 400 دينار، اشترت قرطاسية بقيمة 400 دينار على إيش؟ بالآجل. بالآجل معناته عندي هون أنا التزام، التزام قيمته 400 دينار، إما بتكتب حكيت ذمم، ماشي، أو اسم المكتبة ذمم مثلا. عندي المصروفات، أنا عندي زيادة في الالتزامات صح؟ إذا زاد 400 دينار، إنه التزام ذمم دين، دين علي. طيب شو سبب الدين؟ إنه أنا عندي مصاريف، مصاريف قرطاسية، اكتبها قرطاسية، اتفقنا؟ قرطاسية، قرطاسية بقيمة كم؟ المصاريف قلنا دائما سالبة، دائما سالبة. آخر نقطة البنك، أيوة آخر نقطة، عملت الشركة صيانة للأجهزة ولأجهزة الحاسوب الخاصة بأحد عملاء، عندي شغل أنا ورحت اشتغلته لناس بمبلغ 1600 دينار وتسلمت منه المبلغ بشيك أودع في البنك. يا عيني علي، شوف طبيعة الأسئلة ولا أسأل منها. استلمت شيك على السريع، أنا عندي البنك زاد بقيمة كم؟ 1600 دينار، هاي سبب زيادة الأصل عندي. طب شو السبب؟ الإيرادات. طب الإيرادات هون بحطها هون ولا هون؟ لا، قلنا الإيرادات والمصروفات ورأس المال تصنف تحت قائمة حقوق الملكية. شو بسوي هون؟ باجي بحكي بكتب إيرادات، والإيرادات دائما موجبة، عمرها ما كانت إيرادات سالبة، لأنه دائما الإيراد بيرفع عندي من رأس المال، بيرفع البادجت تبعي صح ولا لا؟ زائد إيرادات اللي هي إيش؟ عندي كم؟ 1600 دينار. خلينا نأخذ نهاية السؤال نشطبه بالعربي، تبع علي. عندك الصندوق 25000 والبنك 25000، 50 ممتاز. السيارات شوي، دقيقة شوي، نأخذ اللون الأخضر. السيارات عندي سيارة 10000 سالب مع موجب راحت. الأثاث عندي 2000، إذا 50 و2000 52 ناقص 600، ماشي، ناقص 600، يلا حسب لي إياها. عندك 50 ناقص 50000 و2000 52 ناقص 600 51400، 41000 51400، ماشي.
زائد 1600 بيطلع 53000. ماشي، 53000 وصلت. طيب هسه هذول بدك تجمعهم، هاي زائد هذه، هذا حكينا لحال، هذه الجهة لحال، بيطلع 53000. ثلاثة وخمسين ألف. نأخذ هذه الجهة، رأس المال 50 زائد 2052 ناقص 600 كم؟ 51400. ماشي، والأربعمية مع الأربعمية راحت موجب وسالب، وألف وستمية بيطلع عندي 53. لازم يطلع عندي 53000 شباب. إذا ما طلع جواب معك هيك معناته حلك غلط. مفتاح التحقق بالحل انه الاصول تساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. هذا الطرف بده يساوي هاي الاطراف مجموعهم. يلا خلينا نشوف. مثل ما حلينا، 1000 راحت سيارة، هذا هو الحل. وصلت يا شباب طريقة الحل؟ يعني الموضوع سهل، بس انك بدك تحلل، بدك تحلل. ناخذ السؤال اللي بعده، اخر سؤال، بعرف طولت عليكم لكن تحملوني. هذا السؤال بيجيك زي هيك شباب، فيما يأتي بعض العمليات المالية المتعلقة بشركة باب الواد بتاريخ، خلينا نحكي 1/1/2019، تم بدأت الشركة نشاطها. طبعا كل بيعرف انه النشاط معناته رأس مال، معناته ايش؟ رأس مال. اودع المبلغ كامل في البنك، ماشي. اذا البنك الاصل زاد بقيمة كم؟ 90000. نحلل، بحبش انا احكي، لازم نحل حل. يلا طبعا لما تقول طبيعه الاسئله هون بقول لك بين اثر العمليات الماليه، معناته بقول لك بين، معناته انا في عندي تحليل زي ما حلينا قبل، وفي عندي نوع العلاقه هل هي طرديه ولا عكسيه. خلينا ناخذ اسئله. ليش انتم يعني تحملوني شوي؟ معلش السلايد شوي شكله علق، لكن تحمل. يلا ريزن، نرجع لموضوعنا، تحليل نوع العلاقة. طبعا السؤال سهل، حلينا مثله مثال، لكن انتم الجديد عليكم نوع العلاقة. نوع العلاقة طبعا خلينا نحلل. نشاط التجاري عندك بدأ برأس مال، معناته 90000 حقوق ملكية. أودع في البنك كامل، معناته البنك أنا عندي زاد بنسبة 90%. ماشي حلو. السؤال الثاني، اشترت شركة أثاث بقيمة 2000 نقدا. نقدا اشترت ايش؟ نقدا. نقدا معناته أنا عندي الأثاث زاد وعندي الصندوق نقص. عادي أنت قيمة الأثاث زادت أصولك، لكن أنت مو دفعت من الصندوق. حلو، يعني زائد وناقص. طبعا سؤال سهل جدا، لكن أنا بقول لك الجديد عليك اللي هو عملية التحليل، علاقة عكسية ولا طردية. اشترت الشركة سيارة بقيمة 5000 دينار على الآجل أو على الحساب من شركة دلال. قلنا 5000 سيارة كيف دفعتهم؟ دفعتهم ذمم أو بتذكر اسم الشركة، تجمعهم من هم، تجمع هذا الطرف، طلع لازم يطلع متساويات، لازم يطلع متساويات. النهاية شباب، أنت السؤال الجديد عليك إنه بين أثر عمليات مالية، لما الأصل يزيد ورأس المال عندك في السؤال الأول يزيد معناه علاقة طردية. الفرع الثاني عندك الأثاث زادت والصندوق قل، معناته علاقة إيش؟ عكسية. وعندك الأصل 5000 زاد وعندك الالتزام زاد، معناته علاقة طردية. بحكي على الأفرع، على فرع أول فرع ثاني فرع ثالث. عشان الوقت شباب، بتمنى إنه أنا ما إنه ما طولتش عليكم. نسأل الله دوام الصحة والعافية. بتمنى إنكم تسامحوني على الوقت الطويل، والله ييسر أموركم ويفتحها عليكم يا الله الدنيا والآخرة. كان معكم الأستاذ مجد الحارس.